ساعتها كنت شايف ان اللي ابويا عمله ده فضيحة، فخدت جنب. حسيت ان انا مش عايز اظهر وسط اصحابي ولا اكلم حد ولا اشوف حد. المشكلة في المجتمع الجميل اللي انا جاي منه ده ان لو عندك فضيحة بس معاكي فلوس انت زي الفل، بس لو عندك فضيحة ومعكيش فلوس تتاكل. طبعا انا وامي اضطرينا نستغنى عن حاجات كتير، منها مستوى المعيشة مثلا اللي احنا كنا جايين منه، والبنت اللي انا كنت بحبها ساعتها هي واهلها اللي كانوا مصدقين يعني ان هم بتخرج مع عمر وبتشوف عمر وام عمر وابو عمر بقوا شايفين ان احنا ما بقناش قد المستوى. فسبت يا ابني الواحده اللي تسيب واحد في ظروف زي دي تبقى واحده واطيه لا مؤاخذه، من غير ما تزعل مني بقى. لا 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 عندك حق طبعا، مش واطي عادي. دي بعديها باسبوعين اتجوزت واحد من اصحابي، مش اي صاحب، ده اكتر واحد انا وهو ما بنتقش بعض. طب والله العظيم صعبت عليا وانا عماله اقول انت مالك مكلكع كده ليه؟ بس تصدق بالله لا اله الا الله احسن حاجه حصلت ان انتوا سبتوا بعض. طبعا عشان لو كنتوا اتجوزتوا الله اعلم كان ممكن تعمل فيك ايه. كويس جدا ان انا ما اتجوزناش، بس انا خسرت حاجات كتير. انا فضلت حابس نفسي، بقيت شايف كل الناس زي ابويا وكل البنات واطيه زيها. فضلت قاعد قدام اللابتوب قاعد انصب على ناس لحد ما قابلتك انت والعاهات اللي معاكي دول. ايوه احنا كملنا لك الكومبو بقى. لا بالعكس. طب انت عارفه لما امي تعبت انا ما لقيتش حد اكلمه، حسيت ان ماليش اصحاب ولا قرايب اتسند عليهم، بس وسطكم كده حسيت ان انا عزوه، مطمن مبسوط. دي فرحة الأهبل، عارف اللي هو بأي حاجة هو ما يعرفهاش، حاجة جديدة عليك كده. يعني انبهرت بالكلام طبعا والجدعنة، بس في الآخر العرق هيمد لسبع جد. لما تفوق يا حبيبي هتدي لنفسك بالجزمة، هتقول إيه اللي عملته في نفسي. أنا الواد اللي مولود في بقي معلقة ذهب، أنا إزاي لقيت نفسي مع دول؟ أديك لما اتكلمت علينا قلت علينا عاهات. عاهات آه، بس بحبهم، بيحبوني يا ابني. دي هفة عنك وهتروح لحالها. سكر هو في حد تاني؟ مفيش حد تاني ولا زفت. امال مالك قافلة الباب في وشي ليه؟ مش قافلة الباب في وشك ولا حاجة. أنا كمان عندي مشاكل زي ما أنت عندك مشاكل. وموضوع باب الحب ده خلاص قفلته. أصل ما بيجيش من وراه غير الهم. ودلوقتي ما بفكرش غير في نازية وأمي. زي ما أنت كده ما بتفكرش غير في أمك والعربية بتاعتك. مفهوم؟ مفهوم أه. أختك ومصيرها تتجوز وتسيبك، والنهارده الخطوبه بتاعتها، ولقيت ولد لذيذ اهو بيحبها وبتحبه، وانت معقدها ليه؟ انت عايز تتجوزني وليه لا؟ هتلاقي فين واحد زي عارف عني كل حاجه وانت عارفه عنه كل حاجه. سكر هو الحب ايه غير اتنين فاهمين بعض زينا؟ انت عايز تتجوزني عشان انا عارفه عنك كل حاجه وانت عارف عني كل حاجه؟ لا طبعا، لو كده كنت اتجوزت ماجي او نجله او البنت الضايعه اللي اسمها رضوى. سكر انا بحبك بجد. طب بطل الهبل بقى اللي انت بتقوله ده. على فكره انا دلوقتي مش مركزه في اي حاجه غير الفلوس. ماني ماي اه، وبعدين شايله هم الواد اللي جاي يتقدم للنادي. لو عارف بقى انا بشتغل ايه واصلا ممكن يعمل ايه في البيت. فطول ما انا خايفه مش هعرف اركز في اي حاجه. طب انت عارف بقى اكتر حاجه معكنين عليا النهارده ايه؟ اللي معكن عليك انتي؟ اه معكنن عليا. ايه يا سكر؟ الواد جاي يتقدم الساعه 7، فطبعا عايز يفرح، فجايب بقى اصحابه وقرايبه. طب وايه المشكله؟ مش فاهم. المشكله ان هو مش هيلاقي حد غير انا وامي بس. حتى الواد حماده انا طول عمري كنت معتبراه زي اخويا يعني، بس زعلان مني، واخد جنبي عشان بيحب نادية وكان عايز يتجوزها. فهمت بقى انا في ايه؟ انت عمال تقولي حب وغرام وانتقام. بقول لك ايه؟ خلينا في شغل وبس. ها؟ مش هتاكلي طيب؟ ماليش نفس. استني اوصلك. ورايا حاجات كتير، خليك انت. سكر انا مش هبطل. انا هسيبك براحتك بس مش هبطل. طب اوعى كده بقى.